السلام عليكم، اهلا بكم ومرحبا بكم في قناه تعيضه لي ماكويزين. واش راكم؟ ان شاء الله نلقاكم كاع بخير، جمعه مباركه ان شاء الله. اليوم جبت لكم ان غاتو بلا ما يطيب، ان غاتو وشوكولا بالتفاح بلا ما نطيبوه في الكوشه، يعني في البارد. هذه التحليه. بسم الله. انا واش عندي؟ عندي مغرفه تاع مارغرين معمره ماشي بومبي نورمال، درتها في المقله. وهنا عندي ثلاثه تفاحات قشرتهم باش ما نطولش في الفيديو، بصح مازال ما نحيدلهمش لداخل. دوك تشوفوا معايا، بسم الله نقيهم مغسولين تري تري بيان. هذه هي، نقطعهم كاع هكا. هذه هكا، ونزيد لهم هكذا، ونحطهم في المقله تاعي. هي هكا، هذيك ماشي حاجة واعرة. هكا دوكا بعد ما قشرتو كاع، دوك نحطو فوق الفرن وتشوفو معايا. فوالا راهي تقلى كيما حنقليو لي فريت، وندورو هكا نطيبهم في جوج جوايع هكذا، نقلبهم كاع. وهنا حنزيد لهم هكا مغرفه برك وحده تاع السكر، ندردر هكا طفو. هكا دوكا نحرك فيه باش هداك السكر تاني يتكاي ولي انت كاراميل، يعني ماشي كيما كاراميل بزاف كونتيتي. درنا له غشيه باش برك يجي هذاك تفتح له شي صامط، يعني اون فال سيكري. هذا هو القوام تاعو. دوك نطفيلو. هاوليك طايب صح ماشي باين محرحر، هاوليك هاكا تشوفوها الفوق. دوك نطفي عليه. هذا هو. وهنا حبيباتي اني وليت لعندكم، هاوليك كيفاش كسرت البيمو تاعي كيما هذا هكا لي باكي. هايليك هنا درت 200 غرام وزنتو، راني يعني نعطيكم بالضبط. هايليك كيما هادي نكسرو كاع هكا بيديا بلا ما نرحيه. هايليك هكا، يعني هكا شويه خشين راكو تشوفوها هكا ماشي كبار بزاف. وهنا عندي 200 غرام تاع الشوكولا، انا درت في جيكاو منكدبش عليكم. هنا درت مغرفه تاع قهوه تاع مارغرين، هنا كاس تاع كريم فخاش ليكيد. دوكا واش حندير؟ حنحطو فوق النار وبا ماري في حمام مائي هذا، وكي دوبلي نولي لعندكم تشوفوه كي نخلطلو مع لا كريم فريش. هايليك بعد ما دابتلي حنزيد لها كريم ليكيد تاعي قيس كاس، ونعاود نرجعها فوق النار. فوالا لي عندها ميكروند سخن، ميكروند سخن كلشي على ضربه كي الوسمو. دوك نشوفو لا دابت لي هنا سي با لا فين نرجعها فوق النار. هاهي الحمد لله، هاهي ليك هادي هي. هاهي ليك بعد ما دابت هاديك الكريم ليكيد، نزيد نفرغها فوق الكاطو تاعي. هاد التحلية قلت لكم ما طيبش في الفرن، يعني ندوبو غير ديك الشوكولا ونطيبو هداك التفاح. ولا حبيتو تبدلوه ما طيبوش هداك التفاح ديرو الموز، يعني اختياري. هايلك هايلك كيف راه ولات. نخلطوه تخي بيان باش يتخلطو كاع كيف كيف. باش يتجانسو بعضهم بعض. هايلك دوك نجيب لومون تاعي تاع السجاج، راني غلفتو بهاد الفيلم
اليمونتير يعني ورق شفاف هذا تاع النيلون. فرغتو كاع في القاع طلعت له هكا ولازم يتلصق كاع هنا في لي كوتي هكا. وعلاه لو كي نفرغ هذا هاي لي طلعتيتها كاع تري بيان. لازم نساويوها هكا بالمغرفه. دوك نجيب التفاح تاعي نبدا نزين الطرطه تاعي هكا نديرهم هكا متفارقين وبعد نشوف كيفاه يكفي لي باش نزيد نكمل. هنا حبيباتي تاني واش عندي الكلاصاج هاي لي كيفاش زينتهم التفاح، واللي عندها كتر تقدر تعمرهم تخي تخي بيان كاع يغلق، وانا على حسب واش عندي هاي لي. هنا عندي بلاكا تاع امباسادا يعني تاع 100 غرام ان بلاك وزدت لها 3 مرصوات هاولي. نديرهم في حمام مريم كي يذوبوا نولي لعندكم هاي ليك. بعد ما ذابت الشوكولا تاعي هذيك حنزيد لها كريم فريش ليكيد اللي درنا كاس ناقص زوج اصبع نزيد نخلط. نخلط تخي تخي بيان كاو نزيد زوج كريم ديسير وشوكولا زيد دوزيام يعني درنا دو بو تاع كريم ديسير وشوكولا باش يجي الخفة والكو نعطيلو هاد الكو تاني هاد كريم ديسير وشوكولا. نخلطو تانيت باش يتخلطو تخي بيان. هكذا فوالا هادي هي ونزيد نجيبو لهنا نزيد نفرغ كاع هكا باش نمشي كاع الشوكولا تاعي. هادي هي الكاطو تاعي لي مطيفش في الكوشا هاي ليك كاطو شوكولا بالتفاح بلا ما طيب في الفرن هاي ليك حبيباتي هاي ليك هايلة باردة مع التفاح ها. هاي ليك أنا حبيباتي إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو ونفعتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد ودمتم في رعاية الله وحفظه في فيديو واحد آخر إن شاء الله.